او معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره خميره، 4 معالق كبار زبده، 3/4 كوب لبن، 3/4 كوب ميه، معلقه كبيره من الزيت. الحشو بقى بصل اخضر ولحمه مفرومه، بقدونس، كزبره خضراء، وعندي ملح وفلفل وزيت او زبده، لكن البيض هيبقى للتلميع فقط لا غير. طيب كل الكلام ده جميل وزي الفل، واحنا كده حلوين قوي بالصلاه على حضره النبي. هننزل بقى بالدقيق بتاعنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الخميره، ادي السكر، ده الزيت بتاعي اهو، ادي الزبده بدرجه حراره المطبخ. اشتغل بقى، اشتغل كده عليها الاول قبل ما اديها اي سوائل. بسم الله الرحمن الرحيم، واحده واحده. عايزين نعمل حاجات جديده وجميله. ست الحاجه ام سيف، صباح الهنا على عيونك. صباح النور على عيونك يا جميل، الصباح القشط عليك. صباح الفل وصباح كل حاجه حلوه في الدنيا يا ست الكل. صباح الجمال كله، والله وحشتنا. وانت وحشان عم سيف، ما جاش ليه؟ عم سيف قعدنا ملبوخين في اخته وسافرت الحج وبعد. عليكي اللهم صل على النبي، عليكي صوتك بجلجل المشاعر هنا الانسانيه كلها والله. في نعمه والله يا حاج، في نعمه يا حاج. حبايبك اللي عندك وبالبيت واللي هنا وكلهم بخير، كلنا في نعمه والحمد لله. بنسلم على حضرتك، بقول لك كل سنه وانت طيبه. سلمك يا شيف والله وحشتني. سلمي لي على عبد الله، سلمي لي على عبد الله. سلمك مبروك لعبد الله كمان، حصل اللسان، حصل اللسان يا شيف والله. اللهم صل على النبي. لسان مال السواق الحين بيسوق سياره، شفت انت؟ صباح صباح الفل عليك، الله يسلمك. صباح الهنا يا حاج، صباح الهنا عليك حبيبي. شكرا، كل سنه وانت طيب يا فندم. اتفضلي يا فندم. صباح السلامه، مع السلامه. صباح الهنا على ست ام سيف، صباح الهنا، صباح الهنا. عم بدر عايد عليا في العيد الراجل وكلمني، الراجل المحترم حبيبي. بشكره على المعايده، على الناس الحلوه كلها، ربنا يحرمنا منهم. كده بقى هنشوف هنعمل ايه في الفطيره دي. الفطيرة دي هتعمل بشكل جميل حلو كده. هنشوف دلوقتي مع حضراتكم، ادي المية، ادي اللبن. انا عايزها قاسية شوية، قاسية شوية. صلي على النبي. كل ما بخدمها كويس كل ما تديني نتائج حلوة. اللهم صل على النبي. خليها دلا دلا كده على رأي جماعة اخواننا اليمنيين، واحدة واحدة. على من عصلج لحمتنا، طيب المكرونه بتاعتي عايز احطها في ميتها كده واخليها 3/4 سوا عشان لما ابدا اشتغل فيها تبقى 100 100. منا، الو الو منا. ايوه صباح الخير يا منا. صباح النور يا شيف. ازيك يا قمر؟ الحمد لله. اموريني سعادتك. لا انا كنت عايزه اسلم على حضرتك. صباح الفل على عيونك يا بنتي، صباح الهنا على عيون حضرتك يا ست العرايس. طيب كده هنا بشكر منا على اتصالها الجميل، وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في ايه. طيب كده هنجيب بصلايه، فصين توم، قرنين فلفل. احبش بقى يعني، هدى بتكتب وانا بمشي وراها، بس في حاجات كده بحب انا اتدخل فيها واعمل فيها توت فروت توم في رغيف عشان ايه؟ قال يعني الواد بيشتغل وعارف هو بيعمل وانا عارف حاجه ولا محتاجه، وهي بتيجي كده من عند الله.
هي بتيجي كده من عند الله. يا عم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عم عبد الله. ازيك شيف؟ صباح الخير يا حبيبي. الحمد لله. وأمرني يا قمر. عايز أعرف إزاي طريقة عمل فراخ سويت أند ساور. على عيني سويت أند ساور على عيني. على عيني. على عيني. عندنا عصير برتقال. عصير ليمون. سكر. شوية أسترا صوص. شوية صويا صوص. شوية كاتشب. شوية نشا. وعندنا فراخ او جمبري. حاضر يا فندم. بشكرك على اتصالك. طيب كده ست اي عايز تعرف رز البسمتي بنسلقه ازاي. هو عندي مية على النار بتغلي. مية على النار بتغلي. بعد كده اقلب بس المكرونه بتاعتي عشان ما تلزقش. بحط فيه بصلايه سليمه. احط ورق لورو. حبهان. في الميه انا بسلقها مع الزبده او زيت وملح. عايز تحط حبه كركم عشان تصفريه. زي ما انت عايز تحط بودرة زعفران حطي. بعد كده بتغلي المية بنزل عليها الرز. كوباية مية. كوباية رز على كوباية ونص. كوباية ونص مية على كوباية رز. يا ست رجاء سلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. ازيك يا رجاء؟ هي كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا ست الكل. اتفضلي سؤال حضرتك ايه؟ ازاي حضرتك؟ انا كنت عايزه اسال حضرتك بس هو الريحان اللي احنا بنحطه على الاكل هو العادي اللي بنزرعه في البيت؟ ايه ده يا فندم؟ بعد الفاصل وهنشوف مع بعض دلوقتي هنعمل ايه في الفطيره ديت. عندي زيت. اهو هذه الفطيره بتاعتي ونحطها كده. ادي الخليط. طيب عندي ما تصلي على النبي يا عم محمد. كده نروح عاملين دي كده اهو. الو مي. مين يا هدى؟ ايوه سلام عليكم يا ست هدى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ كل سنة وانت طيبة. وانت طيب. ازيك يا شيف؟ بعودة الايام يا ست الكل. وحضرتك طيب. انا عايزة ابعت تهنئة لجوز بنتي بجوازهم السعيد. بعتي براحتك، احنا معانا. احنا مع حضرتك براحتك. طيب. انا بهني احمد ورهام بجوازهم السعيد المبارك. كل سنة وانت طيب والف مبروك ليهم، وربنا يخليك ليهم يا ست الكل. شكرا لاتصال حضرتك، اشكرك. كده دي هنوطلها النار بتاعتها، هتبقى هادية خالص عشان اللي بالي بالكو عايز ياكلها. طيب كده هنا اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. بعلمها معلمة الأدب. ست مصطفى سلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ست مصطفى؟ تمام. امور يا ست مصطفى؟ العجينه، عايز اشوف العجينه. هجيبها لك على الشاشه دلوقتي. حاضر على عيني. والفرن بتاعي هادي على 200 درجة مئوية فوق وتحت اهو. والله اعلم ده معمول الفرن فرشاح ولا احنا تعبنا من الحاجات دي. انا تعبت نفسيا لما اخش على بطاطس 25 جنيه الكيلو عشان مكتوب عليها اورجانيك، اخش الاقي حزمة البقدونس